السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة تاع حلوة دوازاتاي. نتمنى هاد الوصفة تعجب لكم، زوينة بزاف وتجي لديدة حشيشة وتدوب في الفم. غنبداو ان شاء الله. عندي هنا 250 غرام ديال الزبدة او المارغارين، بيضة واحدة، غنحتاجو واحد السكر فانيي، سكر فانيي، معلقة صغيرة ديال خميرة ديال الحلوة، كأس ديال السكر كلاسي، وزليفة ديال اللوز مطحون محمر ومطحون، وربعة معالق كبار ديال الزيت النباتية. غنبداو على بركة الله. نضيفو الزبدة، نضيفو 3 معالق كبار ديال الزيت النباتية، بيضة واحدة، سكر فانيلي، كأس ديال السكر سكر غلاس، سكر غلاسي، وزليفة كما قلت لكم تاع اللوز مطحون. نخلطو هكا مزيان. بطبيعة الحال غنحتاجو الفارينة، وهادي على حسب الخليط. نخلطو هكا مزيان الزبدة، ندخلوها في السكر والبيض. نضيفو دابا الفارينة على حسب الخليط، نضيفو خميرة الحلوة هكا. خص هاد العجينة ما تجيش جارية، ولكن ما تجيش قاسحة. نوري لكم كيفاش خصها تجي. العجينة تجي هكا خفيفة. انا كنستعمل هاد الطبع هذا. وتحاولوا ديروا لا ميم تاي منه. في نفس الوقت سخنت الفران على درجة حرارة 160. هكا كيفاش تجي. دابا ندخلوها للفران. كما قلت لكم الفران يكون سخون على درجة حرارة 150 باش طيب مزيان. هكا نوري لكم النتيجة من بعد ما خرجناها من الفران. ها كيفاش تجي، رائعة، زوينة بزاف. دابا نوري لكم كيفاش تجي من داخل. هكا ما شاء الله هشيشة وزوينة بزاف. ها كيفاش تجي، رائعة. نتمنى هاد الوصفة تكون عجبت لكم. يمكن لكم تضيفوا عليها شويه د الشوكولاتي الا بغيتو. انا كنأكل تعجبني هكا، ما شاء الله زوينه بزاف ولذيذه. ما تنساوش تشاركوا معايا على القناه. بارك الله فيكم. سلامه. السلام عليكم.